تواجد حقيقي ووضع جديد لمصر ونشاط مكثف دائم للرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركته في القمة الأوروبية الأفريقية ببروكسل. النهاردة كان في نشاط مكثف بشكل حقيقي ومعتاد برضو من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مشاركته في القمة الأوروبية الأفريقية. سيادة الرئيس ألقى كلمة، وطبعا أنتوا عارفين مصر في قمة أوروبية أفريقية، مصر بحسب موقعها الجغرافي وبحسب دورها المحوري وبحسب تاريخ القريب للعلاقات الدولية لمصر، مصر هي الدولة، ما نقدرش نقول من أكتر الدول، لكن هي الدولة التي تتحدث دائما في كل المحافل الدولية باسم أفريقيا، وهي اللي طول الوقت تقول أنها بتعمل بالدور الفاعل ده أنها تربط أفريقيا بالقارة الأوروبية. تكلم الرئيس كمان عن التقدير العميق لاختيار مصر من ضمن الدول أو من ضمن دول القارة الأفريقية اللي ستلقى دعم الحصول على تكنولوجيا الـ mRNA المستخدمة في تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية المهمة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية. اتكلم سيادة الرئيس كمان عن الجهود المصرية لإنشاء بنية تحتية وتصنيعية لصناعة الدواء والاستثمار فيها على مدار الخمس سنين اللي فاتوا، وأعتقد أن احنا في التاسعة اتكلمنا كتير جدا في الحكاية دي. احنا كانت السجادة بتتسحب من تحت رجلينا فيما يخص صناعة الدواء، وحتى إمكانيات مصر في الصناعة تضاءلت، لكن على مدار السنين اللي فاتت احنا بنستعيد مكانتنا لأن مصر كمان مركز استراتيجي لصناعة الدواء. اتكلم الرئيس عن ده، واتكلم عن توفير التكنولوجيا وكل وسائل اللي بتضمن استمرار توفر اللقاحات. خلونا نسأل عن نشاط الرئيس ونتناقش في أهم النقاط اللي كانت في الكلمة النهاردة من خلال الأستاذ الكبير أكرم القصاص، اللي ممكن يقول لنا من زاوية أخرى أهمية هذه المشاركة. وكلمة الرئيس النهاردة كانت بتتركز على ما قدمته مصر بالفعل في ملفات صناعة دوائية، وأيضا في ملفات التواصل ما بين مصر بين القارة الإفريقية وأوروبا، حتى أن الأستاذ أكرم نفسه سماها أن مصر هي الجسر اللي بيربط ما بين الاثنين. مساء الخير عليك أستاذ أكرم. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ أكرم. بالضبط، هي طبعا مصر جسر حقيقي بين أفريقيا وأوروبا وأفريقيا والعالم كله الحقيقة، وده من انطلاقا مش بس من موقعها الجغرافي وتأثيرها كمان، والحقيقة هذا التأثير بيحظى بثقة لقدرة مصر على مدى السنوات الأخيرة الحقيقة في بناء سياستها الخارجية على يعني أفكار جديدة ونظريات جديدة تتعلق بالشراكة والتعاون على أوسع نطاق. ومصر الحقيقة مع افريقيا يعني افريقيا دايره استراتيجيه مهمه من دوائر مصر المهمه، فمصر احدث الدايره الاستراتيجيه الافريقيه، هي كانت موجوده لكن وسعت علاقاتها بها وبتتحدث باسم افريقيا كثيرا زي قمه المناخ وقمه محيط واحد واستعداد مصر للكاب 27. فالحقيقه القمه في غايه الاهميه لانها بتربط قبلها بيوم واحد كان في مؤتمر البترول او الطاقه ايجيبتس، كان الرئيس بيتكلم على حق افريقيا في التنميه، إن أفريقيا تعرضت لخسائر كثيرة بسبب مرة الاستعمار ومرة الاحترار والتغير المناخي، فمن حقها إن هي تحصل على حقها في التنمية سواء بدفع الالتزامات الدول الصناعية الكبرى مقابل التلوث لتنمية أفريقيا ومساعدتها في الطاقة الجديدة وغيره، أو في إن يكون حق أفريقيا في إنها ما تبقاش مواد خام بس وتكون قادرة على التصنيع والتنمية. بالظبط، وده سؤالي لحضرتك تحديدا اللي احنا محتاجين نفهمه، ازاي نقدر نساعد في انه العالم يبطل يبص لافريقيا على انها سلة الغذاء او منجم الذهب او بئر البترول فقط، وازاي افريقيا القارة نفسها يبقى لها دور فاعل في انه تتغير النظرة وتتغير شكل العلاقات الدولية بينها وبين باقي دول العالم؟ ده الحقيقة الرئيس زي ما قلت في مؤتمر ايجيبتس حط خطوط واضحه جدا لسياسات مصر في هذا الامر ومطالب افريقيا، انه افريقيا على سبيل المثال عندها الكاكاو مثلا ومع ذلك لا تستطيع تصنيعه، بيتحول لماده خام، القيمه المضافه بالماده الخام بالتصنيع ونفس افريقيا تشتريه باضعاف اثمان. الرئيس بيتكلم على انه حق افريقيا في الطاقه، الطاقه يعني اساس التنميه، فاذا
الدول الصناعيه اللي بتطلق اكثر من 60% من ثاني اكسيد الكربون في تلوث الجو ورفع درجه الحراره التزمت بدفع ال 100 مليار اللي في مؤتمرات سابقه للطاقه. تقدر افريقيا اللي هي اكثر من نص سكانها اللي هي مليار وهي مليار وثلاثة من عشرة اكثر من نص سكانها ما عندهمش كهرباء. فاذا ما عندهمش كهرباء يبقى احنا بنتكلم على اساس التنميه هي الطاقه. والطاقه الجديده والمتجدده اذا كانت افريقيا لديها طاقه شمسيه او غيرها محتاجه انفاق عالي جدا وده اللي الرئيس دايما بيؤكد عليه. فتبقى افريقيا من حقها سله غذاء العالم لكن تحصل على القيمه المضافه وانه المواد الخام اللي هي يعني قليله الثمن تتحول الى فائض قيمه حقيقي ينمي هذا الامر. والحقيقه الرئيس ومصر بتنطلق من حاجه مهمه انه ده يساعد في السلام العالمي لانه هجره غير الشرعيه والتطرف والارهاب والجوع والفقر في جزء يعني مرتبط جدا بهذا الامر. والامر الاهم من النقطه اللي اثرتيها في الاول اللي هي حقها في اللقاحات لانه انه تبقى افريقيا اقل من 3% حصلوا على لقاحات في افريقيا بسبب انانيه الدول الكبرى او الشركات. والنهارده الحقيقه كان في خطوه مهمه جدا في انه 6 دول افريقيه منها مصر بتدخل في ان تحصل على حق التقنيه الحديثه تقنيه الار ان اي في الام ار ان اي اللي هي اللقاحات زي الشركات المختلفه اللي هي مرتبطه بالجينات وغيره بحيث انه تكون حق التصنيع والتوزيع. ويمكن امين عام الصحه العالميه قال كلام من هذا النوع قبل كده حتى والامم المتحده قالت انه عدم عداله توزيع اللقاحات يؤثر بشكل كبير جدا في انه افريقيا ما تحصلش على حقها. ده التمكين يعني اللي حضرتك بتقصد انه مصر بالزبط. حصلت على التمكين المستحق يعني ليها مصر والسنغال وتونس اظن وجنوب افريقيا ويعني 6 دول تستطيع ان تنتج وتوزع هذه اللقاحات. والحقيقه مصر عملت خطوه استباقيه لان مصر استثمرت خلال السنتين اللي فاتوا كتير في البنيه الاساسيه لانتاج وتعبئه اللقاحات وقدمت بالفعل لبعض الدول الافريقيه كمثال. فتجربه مصر هنا انا بقول ليه بتحظى بثقه لانها بتقدم المثال مش بس بتطالب او بترفع المطالب بالظبط. وفي نفس الوقت قمه افريقيا اوروبا مصر فكره الجسر الموثوق فيه لانه مصر بتعتقد ان هي تقدر تستطيع لديها تجربه مهمه في التنميه لكنها تستطيع ان تقدم هذه التجربه لدول افريقيا. وبتتكلم على الربط الكهربائي وده مبكرا جدا خلال ال7 سنوات اللي فاتت. النهارده بيبان ان الربط الكهربائي ده معناها انه اذا بننقل الكهرباء الى اوروبا في نفس الوقت تحصل افريقيا على حق الطاقه وتستطيع ان تقيم مشروعاتها التنمويه بشكل عادل تحصل على جزء من حقوقها اللي فقدتها على مدى عقود. وهذا الكلام الحقيقه لم يطلق منذ سنوات الاستقلال لان مصر قامت بدور مهم جدا بال50ات وال60ات دعم استقلال افريقيا. النهارده في خطاب جديد وخطاب بيقدمه الرئيس بيتكلم على خطاب ان هذا حق اخلاقي وانه يجب ان الدول الكبرى والدول الصناعيه تتسم بدرجه ما من الاخلاق وتطبق ما تطالب به حول الاخلاق وحق الانسان وحقوق الانسان في انها تقدم حقوق هذه القاره المهمه جدا اللي فيها عدد ضخم من السكان والثروات وغير قادره على استغلال هذه الثروات. ودي نقطه بالظبط. وزي ما حضرتك قلت انا بشكرك شكرا جزيلا على التعليق ده تحديدا لانه زي ما حضرتك قلت ان مصر مش بس بتطالب وبترفع سقف المطالب لكنها بتقدم المثال يعني تستطيع ان تنتزع مكانتك المستحقة زي ما مصر عملت. وأعتقد أنه دي بداية الخطوات المهمة جدا لباقي الدول الإفريقية في الفترة اللي جاية.